سمعتي. أنا لا أكل إيه خبزا حقيقيا إيه من علمي. مش هام. لا يهمني أن يقولوا عدنان عالم علامة أو زنديق، ما يهمنيش. أنا يهمني ما عند الله تبارك وتعالى، ويهمني أن أتكلم. لو أساء إلي وأساء فهمي عشرة وأحسن عني الفهم واحد، هذا ممتاز عزائي. هذا الواحد أنا أقول لكم، لأنه في خط التاريخ، خط التاريخ تتلمحه حيكون مع الحقيقة، يخدم الحقائق. سؤال مرة جنرال فرنسي هيا في الجزائر، عمل حركة شادة هيك وبدأ يؤيد الثورة الجزائرية. المجنون قالوا تعالى هذا خيار عظمى، ايش قصتك انت؟ قال انا والله درست التاريخ، جنرال بس درست التاريخ امامه هو مثقف كبير، درست التاريخ والتاريخ يعلم انه مع المنتصرين. قالوا طيب، لانه هو المنتصرين خلاص انا معه، لانه هو منتصر. ما بديش انا ايه؟ بدي افوز انا، احب الفوز انا. هم المنتصرون الجزائريون. قال كيف منتصرون؟ قال لانه مع الحق، والحق هو المنتصر. حينتصر انت منتصر. وأنا أقول لكم حتى في قضايا الثقافة والعلم والفكر، في زبد سيذهب جفاء، في حق ينفع الناس. إذا أنت حدثت وألخصت خط التاريخ، هو الخط ده في طريق الحق. خليك معاه ولا تبالي إيش بمن يشرب. نرجع لمصطلح التشبيه، ما يهمنا ما يهمنا، وبنراهش على أي سمعتنا ولا على أي حيثيتنا يبين. إحنا يهمناش، إحنا يهمنا إن شاء الله إيه الذي ينفع الناس. فاشتغل. انا اقول هذا ايه برضه من باب العزاء والتحفيز لكم، اعملوا في هذا الخط والله العظيم دون ان تبالوا الاخرين. ايش تعمل؟ ما مستعدين اتاخر عشان ايه؟ يحزنني انا اني اقرا للشيخ العلامه القرضاوي فتح الله عليه ومد في الوسادة حقيقه، انه يقول انا عندي راي ايضا في موضوع ايه؟ الرجم. برضه يعني من زمان بعد 30 ولا كذا، من اكثر سنه والى اليوم لا اتجاسر على ايه؟ إشاعتي وكتابتي. يحزنني لماذا؟ عليك أن تكتبه يا أخي يا مولانا، ويرضى مني الله، ويسخط من يسخط، والله صحيح. في الأخير سيأتي يوم حتى لو بعد وفاته مد الله في عمره، ويقال العلامة القرضاوي كان له فضل السبق في إيه؟ في الوصول إلى هذا الرأي، صحيح؟ لا، يجب أن يكون لدينا من تعريفات المعرفة، ليكن يقول لك المعرفة سلطة. أنا عندي تعريف ما خشت بي الجماعة في الغريب زمان وأعجبوا كذبوها، قلت لهم المعرفة شجاعة. أحسنت، كمش المعرفة شجاعة، كل اللي راعي جدا لك. نعم، المعرفة لكي تطلبها تحتاج شجاعة، ليس لكي تصدع بها. قال لي كيف؟ ما فهمتش. قلت له نحن دون أن نشعر نهرب أحيانا هي من أن نعرف، لأننا نعرف قبل أن نعرف أننا إيه؟ إذا عرفنا فهذا إيه سيرتب علينا تبعات في قالة فنهرب. نعم، يمكن أن يفسر كما قال الشيخ أبو زهرة أن آية الجلد نسخت حكم الرجل. نحن لا نقول هو ليس حدا حتى ينسخ، هو شيء تعزيري، والتعزير ده الآن صعب جدا، لا يقبل التعزير بهذا الآن، فلا من أم يعد يمكنه. والآية الأخرى يعني فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ولا يمكن أن يكون هناك نصف رجم، لا يمكن أن يكون هذا يعني إلا الجلد يعني. طيب اسمح لي نتوقف هنا، نستأنف بعد استراحة قصيرة إن شاء الله. بالعودة إلى شيخ أبي زهرة، قرأت في الكتاب أن الرأي الذي باح به لكم في المؤتمر في البيضة لم يبح به من بعد، وحتى عندما أشار إليه في كتابه نسبه إلى الخوارج، وهذا دليل على أنه كان يخشى أن يقوم الناس عليه تارة أخرى. الحقيقة الشيخ أبو زهرة إنما باح بهذا في ليبيا كان في أواخر حياته. هو نعم توفي بعدها بعامين تقريبا، توفي بعدها أقل من عامين. يعني أنا قلت له يعني هل آتي هذه السنة؟ قال لي أفضل أنك تأتي في السنة التي بعدها حتى نهيئ الجو وكذا. لما جيت في السنة بعدها توفي الشيخ، كانت قد توفي، لم يتمكن أن يكتب شيئا يعني. فالأشياء اللي كتبها ده كتبها من قبل قديمة. فيعني هو كان يعني يمكن أن يكتب، ولكن لم عجله القدر يعني يمهله القدر. إنه كان شجاعا، وكان يستطيع أن يقول، وقد قال ما قال أمام أجلة العلماء من أنحاء العالم العربي والإسلامي، فما الذي يمنعه أن يقول؟ لا أعتقد أنه تخوف من شيء. يعني مثلا نفترض حين في أي أخ
سمع انه في محاضره لعدنان، وهذا عدنان واحد شوي منسوس في عقله بيحكي اشياء غريبه وخارج عن النص. بس بقول يعني انه ايه ليس من السهل انك تناظر يعني وتفهمه. لا مش حروح له ليه يروح ليه ناخذ بسجلات فارغه وتبدا ما بروحش. لا هو في الحقيقه مش هيك، مش عشان سجلات فارغه، لا يريد ان ياتي خشيه ان يسمع فيقتنع تصور فيرتب هذا عليه مسؤوليه جديده عنه. صح ولا لا؟ لا يريد. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يخافون على ايه؟ على يعني الناس وعوام الناس من سماع القران لانه يسطو بهم بجاذبيته وسحره واعجازه. فاذا سطى بهم اسلموا وانفصلوا عن معسكر الشرك وصبروا. فيقول الغى ما تشغيل ما نسمعش من اصله. فاذا المعرفه شجاعه، ليس فقط ان تصدع بها، ان تطلبها شجاعه والله العظيم. صح ولا لا؟ ان تطرح سؤال جديد يقول طب لعله هذا خطا يا اخي، طب خلينا نعيد النظر. هذا الشجاعه يحتاج الى ايه؟ شجاعه. بعض العلماء الخضاري بيقول لك انا ايه في اخر عمري اكتشفت انه ما فيش نسخ في القران الكريم. معناها هو عبر 80 سنه يبدو ممكن يكون افتقر للشجاعه انه يعيد النظر في المبحث هذا. صح ولا لا؟ يقول لك شيخ صح وخالف جماهير الامه انا ووافق على مسلم الاصفهاني واحد معتزلي في القضيه هذه، لا ايش منها؟ لكن لما اضطر اليها ست صفحات قال لك والله فيش نسخ مضبوط كلام صحيح. لا احنا منذ البدايه دون ان نضطر لابد ان نتسلح بشجاعه ان نعرف ان شاء الله، ثم بشجاعه على ان نبث ما نعرف ونترك الامر الى المتخلف. فهذه مساله الجمال يا اخواني، نركز عليها ان شاء الله كثيرا.